ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين مجموعة من الصور التي تم وصفها بالفاضحة، تظهر لحظة قيام شاب وعشيقته الشابة بأمور غير أخلاقية بأحد الفضاءات العمومية بمدينة طنجة. وفور التداول هذه الصور التي تظهر لحظات حميمية بين شاب وعشيقته، تفاعل آلاف النشطاء للتعبير عن غضبهم الشديد من استغلال البعض للأماكن العمومية للقيام بأمور غير أخلاقية قد تصل أحياناً لممارسة الجنس، موضحين أن هذه الأماكن والفضاءات العمومية تكون عادة قبلة ومتنفساً للأسر المغربية التي تتفاجأ من قيام بعض العشاق بمثل هذه التصرفات. وطالبوا أيضاً بضرورة تدخل الأمن للقبض على هؤلاء العشاق. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.